مساء الخير عليكم جميعا. برحب بكل الزملاء وكل القاعة. الحياة المبادرة فتحت الشهية لمبادرات أخرى كثيرة، وبنعدكم أن في مبادرات كثيرة، وأن العام القادم كله إن شاء الله هيبقى عام لا للتعصب، وعام لنشر الوعي ونشر روح التسامح والأخاء والمحبة. يعني بيقولوا أنجح الفرق اللي أفرادها بيبقوا متعاونين مع بعض، والحمد لله إحنا كهيئات إعلامية أديكم شايفين متعاونين جدا مع بعض. ما فيناش مين اللي هيجيب الجون، ولكن بنخدم كلنا على بعض، ودي ثمرة من الثمار الجيدة جدا. يعني أنا يعني المهندس عبد الصادق طلب حاجة كده، الدخول على مواقع التواصل الاجتماعي. عايز أقول إحنا بنتعاون في خطط وفي استراتيجيات غير مسبوقة في تاريخ مصر عشان نقتحم هذا المجال، ونخلق نوع من الوعي، ونخلق نوع من ترشيد الخطاب الإعلامي والإعلام العظيم بتاعنا، سواء الإعلام الرسمي أو الخاص أو التلفزيون المصري، أو يبقى له السيادة وهو اللي هيوجه السوشيال ميديا أو يتفاعل معها، لأننا عندنا طاقات كبيرة جدا، عندنا البشر. السوشيال ميديا عبارة عن أدوات وآلات، فاترينا بيتنشر يعني بتنشر في هذه الأشياء، لكن احنا عندنا البشر، البشر العقول المفكرة والناس اللي بتطرح أفكار مستقبلية وبتطرح رؤى احنا بنمتلكها. إن شاء الله تبقى المبادرة مبادرة طيبة، وبيقولوا الأعمال بالنيات، كانت نيتنا سليمة، فمجرد المبادرة دي كده ما تم الإعلان عنها انطلقت لوحديها بسرعة الصاروخ، وانتشرت في الجامعات، وانتشرت في مراكز الشباب، وفي أماكن أخرى كثيرة جدا جدا بتستهدف أولا وأخيرا الشباب. لأن لو عايزين نبص لمستقبل مصر بعد 10 سنين أو بعد أكتر أو أقل، أبص للقاعة وأشوف وجوه الشباب مرسوم عليها مرسوم عليها نظرة أمل وتفاؤل، ولا نظرة يأس وإحباط؟ شايفكم بتضحكوا، كل سنة وانتم طيبين.